سلام بنات، صافا كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير الحمد لله، اللهم لك الحمد. فرحت بزاف ب لي فيو ديالكم الفيديو السابق ديال الصباغه بلي كومونتير اللي خليتو ليا، شكرا بزاف. اليوم جيت نشارك معكم واحد العمل من نوع اخر. انا بعدا ولادي فرعوا لي راسي بسلايم سلايم سلايم سلايم، تيسبحوا بسلايم وكيمسيو بسلايم، لدرجه ان بنتي كتقيس في كرشها وكتقول لي شوفي كرشي دايره بحال سلايم. فقررت انني نجرب لهم هاد السلايم. مشينا باش نشريوه، في حقيقه ما لقيناهش، وقلت علاش لا ندير تجربه، والا نجحت نقتسمها مع البنات اللي بزاف حتى هما غيكونوا وليداتهم تما تيقولوا لهم بغاو سلايم. علما في الحقيقه انا في خبركم من هالو اللي درت لهم هاد سلايم بقيت كنلعب به انا داك النهار كله، انا كندير فلي سلايم. عندي وليدات ثلاثه صايبت لهم كل واحد ديالو، بنات اختي عندي جويجات صايبت لهم ديالهم، وباقا كنصايب. كتقول لي ماما ودابا لما انت تصايبي والبنات كلشي صايبتي ليهم؟ قلت لها كنصايبهم لي كنصايب لراسي، وفعلا والله العظيم كان تيعجبني نلعب به. نرجع شي شويه لايام الطفوله. اذا اليوم التجربه ديال اليوم غنبداها معكم. غادي نحتاج فيها، انا غادي نجرب ثلاثه ديال المنتوجات اللي غنخدم بهم باش نديرو ثلاثه ديال لي سلايم. انا وحده جربته ونجح معايا، وجوج غادي نجربهم اليوم معكم ان شاء الله. غادي نحتاج لاكول اللي كنستعمل هذه ديال الخشب سميتها ديناغلو، الماء، شويه ديال الماء غنديرو في الكاس، وغادي نستعمل هذا انا كنت خديت، كان عندي مع واحد الماكينه راجلي كيبيع لي الكتروميناجي وكنعطيهم ليه، فكنت جبتو كنستعملوها كاستعمالات الا بغيت نصبن شي زربيه ولا شي حاجه، حيت عندي اوتوماتيك الماكينه ما كنستعملوش فيها، هذا يمكن تصبن ديال اليد. المهم غنستعمل هذا اليوم مع لاكول. غادي ناخذ واحد جوج معالق هما، غادي ندير ندوبو في الماء، هما غادي جوج معالق، ندوبوه شي شويه نحركوه، وغادي ناخذ الكولا. لصقات، انا غندير غير كميه صغيره، غندير واحد جوج معالق. البنات هاد الكولا كنت كنصايب بها عجينه السيراميك، عرفتي شنو كتعمقني ريحتها، تيقولوا لي شمكاره انتيا، شمكاره شمكاره، المهم زوينه ريحتها. التلوين ديال هاد السلايم، انا غادي ناخد الصباغه ديالي ديال الثوب، غادي نخدم بها نديرو شي لون. شنو الالوان البنات اللي تبغيو؟ ايوا بلي حنا كنديرو، نشوف نديرو الغوز، هاهي نديرو الغوز، نديرو جون، نجربو اش 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 اش، ندير بلو، ندير الزرق. يلا على بركة الله. انا خديت الكولا، غادي ندير فيها شي شويه ديال الكولورون ديال الملون. نتوما تستعملوا الكولورون اللي عندكم، ما عنديش لي كولورون انا، داكشي علاش درت الصباغه. غندير شي شويه لحقاش الكولا ديجا بيضه، فكت اللون تيكون باهت شي شويه.
كنخلطها خلطو اللون مزيان. ثم دابا غنبدا نضيف هاد، يعني ما كاينش مكونات كثيره. هنا غنبدا نضيف غير شويه، في الاول هنا درت معلقه تقريبا، ولكن من بعد غنبقى ندير غير قليل لان دغيا كيتجمع. هانتوما شفتوها البنات دغيا كيبدا يتجمع. ها شوفوا دابا غنبدا نضيف قطيره بقطيره. هانتوما شوف، ما عرفتش واش كيبان ليكم، راه هي قطره. ها شوفوا هانتوما يا تهبط، وشوفوا شحال، ما عرفتش باش كيبان، شتيو نقيطه باش ما يقصحش ليا عاوتاني يكرم بزاف. نزيدو عاوتاني نقطع، نتا نبقى نخشي غير نخشيها ونقطر. غنستافد يديا هاهو. ما حدي كنخدمو هو راه كيقصح. خصو واحد شويه، ولكن غير شويه بشويه لان باش ما يخسرش ليكم. صافي غتكون هذه هي اخر زياده ان شاء الله غنزيد القيله. ها هو من بعد غادي ندير غندهن يدي بهذا الماء باش ما يلصقش لي في يدي. نشوف وباقي تيلصق. نزيد واحد شويه عاوتاني، المهم كتبقاو هكذا تزيدوا حتى ما كيبقاش يلصق في اليدين. وغتلاحظوا انه كيولي بحال هانتوما بحال دابا، ها هو بدا كيوجد، غيتجمع كامل، ما غاديش يخلي ليا حتى حاجه في الزلاف. ها هو تجمع، ها هو في هذه المرحله. ها هو شتي هذه المرحله غادي نهزو في يدي وغنبقى نخدم به حتى ما يبقاش تيتلصق. انا غادي ندير يدي شي شويه في هذا الماء، غندهن به يدي بحال هذه الطريقه هكا باش ما يلصقش لي في يدي، وغنهزو. وها السلايم ديالنا واجد.
ديك الساعه شحال ما بان لكم كيتلصق تبقاو غير دهنوا يديكم حيت هو ملي كتبدا تخدم به كيتجمع. انا غنخدم به بحال هاد الطريقه هكا حتى ينشف. ها هو السلايم ديالي واجد وناجح 100%. ها هو السلايم ديالي واجد. انا ما حدي كنلعب به ما غيبقاش يلصق لي في يدي. هاو وهذا هو المنتوج الاول اللي هذا هو المنتوج الاول اللي قلت لكم انني ديجا جربته وكان ناجح. نحيد هادشي اللي بقى في المعلقه. هذا هو السلايم الاول. دابا غنديرو السلايم رقم 2. غادي نحيد هادشي اللي باقي ما باغي يتفرق معايا. هو فعلا زوين وزوين يلعبوا به وليداتكم بعدا قدامكم. ماشي ما في لا مواد كيماويه لا والو غير الكولا. ثم ندوزو للتجربه الثانيه. الوغ التجربة التانية قلنا غادي نجرب بها حاجة واحدة أخرى اللي هي هذا المنتوج. معرف مع الله ما عقلتش شنو سميتو. هذا ديال أسواق السلام. داك المنتوج ديال أسواق السلام اللي ما كتلقاوش غير في أسواق السلام بوحدو. هذا ديال الماكينة. نعاود نشوف واش غادي يصدق لي به أو لا. لا ندير واحد جوج معالق يقدر ما يبغيش يصدق لان هذا متيرغويش والله اعلم. انا نجربها معاكم ونشوفوا. المهم الاول راه ناجح 100%. نفس الشيء غادي ناخذ الكولا غندير غير شويه. ونديرو لا كولور. شوفوا هذا البلو كيعطينا. الازرق شحال زوين ولكن واش غيصدق اولا ما يصدقش. انا نجرب لكم حيت عارفه بزاف ديال البنات غيسولوني وهذا واش نقدر نستعمل هذا واش نقدر نستعمل هذا. انا قلت لكم ما استعملش اغيال ديال الماكينه
استعملته مي ما عطانيش داك النتيجه اللي كنت باغيه. ما الا كثرتي كتولي كيولي محبب وبالتالي ما غيخدمش. هذا وقيل حتى هو مزيان. لان ها هو بدا كيتجمع ليا. انا ملي جلدت اريال ما كيتجمعش، تيبقى هكاك شويه كيولي تحبب. فاريال الماكينه ما ننصحكمش به. هذا نقدر نقول لكم انه ناجح، انها هو غيبدا يتجمع ليا دابا. اوبس او تخواليا بزاف. نعاود نحيدو. ها هو نجح معانا للتذكير. هذا المنتوج ديال أسواق السلام. هذاك المنتوج اللي بحال اللي كتلقاوه مثلا بعض المرات تيكون في مرجان، تيكون داك المنتوج الاصلي ولا ما نعرف الاقتصادي، المنتوج الاقتصادي وقيله ولا ما نعرف. أسواق السلام حتى هما عندهم واحد المنتوج بحال هكذا، هو هذا اللي استعملت. وغادي نفزك يدي باش ما يلصقش فيا المره الاولى. ما عرفتش شي واش كيبان لكم ولا ما تيبان لكمش. وها هو غناخدو. ها هو ناجح جدا، ما حد كنلعب به وهو تيتطلق. انا بعدا كيعجبني نلعب به، مريح للاعصاب. راسكم البنات يا سلام. خفت نبقى نلعب ونجي ويجي الفيديو طويل بزاف، ما يبغيش كاع يتحط، ياخذ الوقت بزاف بحال اللي خذا لي الفيديو ديال الصباغه نهار كامل تقريبا، ما تحت حتى شي 12 الليل. غادي نحيدو من يدي، راه ما تيبقاش البنات كيبقى ما كيبقاش يلصق هكذا، كيولي غير ينشف شي شويه تيولي عادي بحال العاجي، ما تيلصقش في اليد نهائيا. اذا ها هي التجربه الثانيه ناجحه. غنحطوه هنا جنب باش نوجدو الطريقه الثالثه. الطريقه الثالثه هي هذا، نشوفوا هذا واش يصدق به ولا ما يصدقش. ناخذ الزلافه، ناخذ المعجون ديال المعن. انا كنستعمل هذا المنتوج. البنات راه ما كندير لا اشهار لا حتى شي حاجه، انا غير بغيت نتقاسم معكم معلومه باش تكون معلومه كامله وصافي. انا كنستعمل هذا المعن، غادي ناخذ منه شي شويه ونشوفوا على الله. هاد الاخرين كانوا جاريين وهذا شويه عاقد، النتيجه كي غتكون والله ما عرفت. ناخذ الكولا، غندير غير شويه عاوتاني. اوه مسح هادشي. باش ما تلصقش. هكذا. وناخد المعجون ديالي. نديرو بعدا اللون. بس علاش ما كتفكرونيش؟ نديرو ابيض.
نديرو جون ونخلطوه. يا سلام ما تصفاش شحال غزال. انا كيعجبوني الالوان البنات. غادي ناخذ واحد شويه ديال هاد المعجون. ما عرفتش كيفاش هادشي واش يتجمع ولا ما يتجمعش. ونديروه ونجرب. نزيد واحد شويه. ها هو حتى هو غيبدا يتجمع لينا بحال اللي كتشوفوا. هاد الكولا البنات راه ماشي شي كولا غاليه، راه يمكن دايره شي 15 درهم. بين 15 و 18 درهم ما فايتهاش. انا في الرباط كناخدها غير ب 15، وهنا في داري في عين عتيق خديتها ب 18. هذا غيكون ناجح البنات لان بدا كيتجمع. ها هو بلا الغوا ديال الحسانه بلا حتى شي حاجه، المنتوجات اللي هما ساهلين وبساط، ونفرحوا وليداتنا يلعبوا ونلعبوا معاهم حتى حنا علاش لا. دا ما جانيش تجمع صون البنات. انا رجعت عاوتاني لان الفيديو كان تقطع ليا، انا تحب لي راه باقي كيصور. هو راه كان تقطع في هاد السلايم الثالث، وهاد السلايم الثالث ما كانش ناجح 100% بالطريقه اللي درنا. فباش ما نخسرش داك العجينه اللي كنت درت، زدت فيها شي شويه ديال التيد اللي كنا استعملنا، ولا داك الخليط اللي كنا استعملنا في السلايم الاولين، وجمعته. هو ها هو عنده واحد لا تيكستور زوينه. ها هو زوين رطب، غير هو كيلصق شي شويه. ها هو هانتوما بحال اللي كتشوفوا زوين رطب، غير هو تيلصق شي شويه في اليدين. الا كانوا غيلعبوا بهم ولادكم يلعبوا به في وسط الحمام، لان يقدر يلصق لهم في حوايجهم اولا في شي حاجه. ما نضمنش لكم الحقيقة، ما نضمنش ليكم سمتو بزاف. واخا هو رطب وزوين في خدمتو، ولكن شي شوية بقى تيلصق. بالنسبة للسلايم الأول والثاني، ها هما أنا درتهم في هاد الحكيكات باش نخليهم لوليداتي. ها هو السلايم الأول اللي كنا درنا، ها هو نهائيا ما بقاش كيلصق. ها هو كتلعبوا به كيف بغيتو. هاد الحبيبه اللي كيبانوا لكم فيه راه ديال داك التيد اللي استعملنا، ما كنتش حركته مزيان وبقاو دوك الحبيبات. حركوه نتوما مزيان عاد تستعملوه. ها هو بحال اللي كتشوفوا راه ما تيلصقش، ها نتوما ما تيلصقش نهائيا في اليدين. التجربه الثانيه، ها هو خليته انا خفيف شي شويه، ولكن راه غزال 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 غزال. ها نتوما ما تيلصقش، ويلعبوا به وليداتكم كيف بغاو. ها هو راه كيتجبد مزيان،
وما كيلصقش في اليدين. هاو ها نتوما بحال اللي كتشوفوا راه زوين بزاف. يعني هادو جوج ديال التجارب الاولين كانوا ناجحين 100%، تقدروا تستعملوهم وديروا وليداتكم فرحوهم. لهنا غيجي سالي الفيديو ديالي، نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. خليو ليا جيم، خليو ليا جيم للفيديو، خليو لي ان كومونتير باش نعرف الراي ديالكم شنو هو كيفاش داير. وما تنساوش تفعلوا الجرس وديروا اشتراك القناه بالنسبه للناس اللي مازال ما اشتركوش، وديروا الفيديو بارطاجي باش الامهات بزاف اللي عندهم وليداتهم بغاو يصايبوا سلايم وما تلقاوش داكشي باش كيتصايب البوراكس وداكشي اللي كيتصايب به في الخارج، يقدر يصايبوا يعني بماتيريال اللي هما بساطين بزاف عندنا في الدار متوفرين. في امان الله ورعايته.